مدينه القوريه مجزره. استفاق أهالي بلدة القورية في محافظة دير الزور على قصف عنيف منذ ساعات الصباح الأولى، وخيمت حالة من الهلع والذعر الشديد على السكان بعد أن سقط العديد من الضحايا جلهم من النساء. وقال النشطاء السوريون إن القوات النظامية نفذت مجزرة في القورية بعد أن استهدفت سوقها بالمدفعية الثقيلة وقذائف المورتر. أما في ريف دير الزور فقد شهدت مدينة البوكمال معارك عنيفة، وأعلنت لجان التنسيق المحلية أن القوات الحكومية استهدفت المدينة بالطيران الحربي والصواريخ. وفي محافظة حمص لم تسلم مدينة الحولة هي الأخرى من القصف والمعارك الدامية، وأمطر الطيران الحربي عدداً من الأحياء السكنية في المدينة مخلفاً العديد من القتلى والجرحى. وأظهر شريط مصور حجم الدمار الذي خلفه القصف الجوي على أحياء حمص القديمة في الوقت الذي تواصل فيه القصف بالمدفعية والدبابات. محافظة دمشق كانت أيضاً في قلب الحدث، حيث شهدت تحليقاً كثيفاً للطيران، واستهدفت طائرات الجيش العديد من الأحياء السكنية في دمشق وريفها. وألقت مقاتلات الميج حمامها على منازل المواطنين في مدينة عربين والغوطة الشرقية مخلفة دماراً كبيراً. أما في درعا فقد استهل سكان مدينة الشيخ مسكين يومهم بقصف جوي عنيف تزامن مع اقتحام القوات النظامية للمدينة وسط إطلاق نار كثيف. وقال النشطاء إن قوات النظام قامت بعمليات سلب ونهب وأحرقت عدداً من منازل المواطنين.